السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا تامن إن شاء الله راح نتناول درس يتعلق في الكتابة، اللي هو راح نتعلم كيف نكتب الرسالة. راح نتعرف على معنى الرسالة وكيف راح نكتب إيش الرسالة. طبعاً إحنا بنعرف يا تامن إنه الآن الرسالة هي وسيلة للتواصل بين الأشخاص، سواء كان قريب منك أو بعيد، صح؟ في وسيلة تتواصل فيها بينك وبين الشخص اللي هو تعبر فيها مشاعرك، شو بتكتب له؟ بتكتب له رسالة. طيب الآن أنا لما أحكي فن الرسالة، شو معنى الرسالة؟ أول شيء الرسالة هي عبارة عن فن من فنون الأدب. الرسالة تامن هي عبارة عن فن من فنون الأدب. طيب هاي الفن نثري ولا بندرج تحت النثر ولا الشعر؟ احنا قلنا الشعر اللي بيلتزم بالوزن والقافية، أما الكتابة اللي بتكون على شكل سرد شو بعتبرها؟ بعتبرها نثر. إذا أول شيء فن الرسالة اللي بدنا نعرفه يا تامن، هو نوع من أنواع الأدب، وهو فن نثري. فن إيش تعمل؟ فن نثري، فيه ينقل مين بنقل؟ المرسل مشاعره وأفكاره. لمين بنقل هاي تعمل؟ إلى المرسل إليه، يعني بدنا أرسل له إيش؟ الرسالة. إلى المرسل إليه. إذا الرسالة فن من فنون الأدب، بندرج تحت النثر. الآن أنا لما أحكي رسالة رح يكون في عندي طرفين يا تامن، في عندي مرسل وفي مرسل إليه. المرسل اللي بيقوم بكتابة الرسالة، والمرسل إليه اللي راح يتلقى الرسالة من مين؟ من الشخص. طيب الآن لازم تتوفر، أنا خلينا نحكي نوع رسالة، لأن الرسائل في عندي نوعين. لما تبحث عن وظيفة ممكن تكتب رسالة، صح؟ هاي الرسالة شو بسميها؟ رسالة رسمية، اللي بتتعلق بالشؤون الإدارية والعمل شو بسميها تامن؟ رسالة رسمية. أما الرسالة اللي بتبادلوها الأقارب والأصدقاء شو بسميها؟ رسالة ذاتية. إذا في عندي نوعين رسائل، واحد الرسائل الرسمية اللي هي بتتعلق في العمل والشؤون الإدارية، أما الرسائل اللي بتبادلها الأقارب والأصدقاء شو بسميها؟ رسالة إيش؟ رسالة ذاتية أو شخصية. أنواع الرسائل، في عندي الرسالة الرسمية، وفي عندي الرسالة الذاتية. الآن الرسالة الرسمية يا تامن تتعلق بالإدارة، التعامل مع الإدارات والشؤون الرسمية. أما الرسالة الذاتية اللي احنا بنتبادلها بنسميها ايش؟ رسالة ايش؟ ذاتية، يتبادلها الأقارب والأصدقاء. يعني الرسالة اللي احنا نعتمدها في غالب الأحيان اللي هي بين الأقارب والأصدقاء اللي هي رسالة شدامين، الرسالة الذاتية. طيب الآن لازم في شروط تتوفر في الرسالة. الرسالة أول إشي يتامن لازم تكون بسيطة. كيف يعني بسيطة؟ يعني ما أبالغ فيها، يعني ما أحط فيها كلمات مبالغ فيها. أول شرط من شروط الرسالة أول إشي هتكون إيش؟ البساطة. ثاني شرط البيان، تكون واضحة ما فيها غموض وإبهام، تكون عبارات الرسالة واضحة، يعني مش أحط مصطلح مثلا غير مفهوم، تكون عبارات الرسالة واضحة خالية من الغموض والإبهام. إذا من شروط الرسالة أول شيء البساطة، إنها تكون خالية من المبالغة. اثنين البيان، إنها تكون واضحة ما فيها غموض وإبهام. ثلاثة من شروط الرسالة الإيجاز،
يعني إشي موجز، ما أسرف في القول، ما أطول في القول، لازم تكون الرسالة إيش؟ موجزة. كمان من شروط الرسالة الملائمة، أنا الموضوع اللي بكتب عنه لازم الكلمات تكون ملائمة للعنوان، مش العنوان شيء تاني والكلمات شيء تاني، لازم تكون ملائمة للعنوان إيش؟ الرسالة. كمان جودة التعبير، كيف عن جودة التعبير؟ يعني لازم يكون الكلمات اللي بكتبها جميلة حتى تأثر في نفس مين؟ في نفس القارئ أو في نفس اللي أنا بدرس له رسالة، لازم يكون ألفاظ إيش؟ جميلة. اللي بدنا نحفظه يا تامن، أول إشي رح نحفظ تعريف الرسالة اللي حطيت لك إياه، اكتفي بإنك تعرف أنواع الرسائل الرسمية في إيش تتعلق والذاتية في مين تتعلق. بالنسبة لشروط الرسالة احفظي تعداد بس، مثلاً البساطة، البيان، الإيجاز، جودة التعبير، الملائمة، زي احفظي تعداد. طيب الآن أنا لما أجي بدي أكتب رسالة ذاتية، رسالة ذاتية يعني بين الأقارب ومين يا تامن؟ الأصدقاء. كيف راح أبني رسالة؟ راح نتعرف على كيفية بناء الرسالة. خليك معي تامن عند النموذج عشان راح تعملي زيه، نفس النموذج اللي أنا عملته راح تمشي عليه. أول إشي بناء الرسالة، في عندي مقدمة وفي عندي عرض وفي عندي خاتمة. المقدمة اللي هي الافتتاح نسميها. أول إشي راح أبدأ الرسالة بالبسملة، راح أكتب في وسط الصفحة البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. الآن راح أجي على يسار الرسالة، شو أكتب؟ التاريخ. عند اليسار شو راح أكتب بتعمل؟ التاريخ، التاريخ اللي راح أكتب فيه إيش؟ الرسالة. الآن على اليمين الافتتاح راح يشمل اسم المرسل إليه، بعدين التحية، وبعدين أما بعد. اسم المرسل إليه راح أكتب هون، مثلا صديقي العزيز، صديقي العزيز راح تكتب اسمه، بعدين راح أكتب التحية، تحية طيبة، هاي كلها عند إيش؟ عند الافتتاح. وبعد هاي شو بسميها؟ بسميها الافتتاح. هاي تامن راح تسمى الافتتاح. أنا بكتب لك إياها بس عشان تعرف، مش أنت تكتب فوق الرسالة الافتتاح. إذا بناء الرسالة أول إشي في عند الافتتاح، الافتتاح راح يشمل أول شيء راح أكتب البسملة، على يسار الصفحة راح أكتب التاريخ، باليمين راح أكتب اسم المرسل إلي، بعدين التحية الطيبة وإيش وبعد. هون اسم إيش؟ المرسل إلي اللي أنا درس له الرسالة. طيب الآن بعد ما كتبت الافتتاح راح يجي عندي إيش؟ راح يجي عندي العرض أو الغرض من اللي راح أكتب فيه العرض، الغرض من إيش؟ للرسالة. إذا في عندي أول إشي الافتتاح، ثاني إشي الغرض من الرسالة أو هو نسميه العرض. شو غرض من الرسالة عندك؟ مثلا بدك ترسل له أشواقك، بدك تطمن على حاله، بدك تهنئه مثلا بمناسبة، هذا بسميها إيش يا تامن؟ بسميها الغرض اللي هو راح أكتبه هون، اللي هو الهدف اللي أنا بكتب له من أجله إيش؟ الرسالة. هاي راح أكتبها وين؟ هون. طبعا راح تكون موجزه وراح تكون ايش؟ قصيره. مثلا كيف حالك؟ انا مشتاق لك، طمنا عن اخبارك. هيك راح يكون الغرض اللي هو الهدف من كتابه ايش؟ الرساله. الان في الخاتمه شو راح يكون عندي في الخاتمه يا تامن؟ راح تكون في كلام موده ومحبه، راح اختم الرساله بايش؟ بعبارات مثل السلام عليكم أو مع خالص الحب والتقدير. إذا الخاتمة بقدم فيها أسمى عبارات التقدير والاحترام، بقدم في الخاتمة أسمى عبارات التقدير والاحترام، زي مثلا أخوك المحب أو مع خالص المودة. هل هكتبها وين؟ في الخاتمة. إذا ببدأ بسملة، تاريخ على اليسار، الافتتاح بشمل المرسل إلي، تحية طيبة وبعدها عند الافتتاح، الغرض
او بنسميه مقدار العرض اللي هو ايش الهدف من كتابتي للرساله. طبعا راح يكون موجز. الان بنهي بعباره من عبارات الموده والاحترام، اما راح تكون اخوك المحب او مع خالص ايش الموده. على نفس النموذج يا تامن بدي اياك تكتب لي ايش رساله. اذا بناء الرساله يشمل الافتتاح، الغرض، الخاتمه. هاي ايش بناء ايش بناء الرساله. طبعا راح تفهم لي اياها بدي منك على نفس الطريقه تكتب لي رساله اما الى جدك او الى اخيك. انا ما راح يعني اقيدك اللي بدك اياه، يعني تكتب رساله ذاتيه بين الاقارب والاصدقاء راح تتبع نفس ايش نفس النموذج. ما راح تكتب العرض الرساله، طبعا راح يكون انت حسب رايك الشخصي، وراح تكتب لي الخاتمه بهاي العبارات ماشي، اللي هو الواجب اللي هو صفحه 34 ماشي يا تامن. طيب الان في عندنا مختارات من لغتنا الجميله، افتح لي صفحه 35 راح نقراها وراح نحط فكره عامه بس هي تتحدث عن موضوع واحد. لي جده ترأف بي، ترأف معناته تحن وتعطف، المختارات تامن مش داخل معقول في الامتحان. لي جده ترأف بي احنى علي من ابي، وكل شيء سرني تذهب فيه مذهبي، ان غضب الاهل علي كلهم لم تغضبي، مشى ابي يوما الي مشيه المؤذب، غضبان قد هدد بالضرب وان لم يضربي، فلم اجد لي منه غير جدتي من مهربي، فجعلتني خلفها انجو بها واختبي، وهي تقول لابي بلهجه المؤنب، ويح له ويح لهذا الولد المعذب، الم تكن تصنع ما يصنع اذ انت صبي. هاي الابيات تتحدث عن عطف وحنان الجده. شو بحكي؟ لي جده ترأف بي يعني تحن وتعطف علي، كل شيء سرني تذهب فيه مذهبي، يعني ايش انا بدي اياه تمشي معي. الان اذا غضب الاهل علي كلهم هي بتوقف معي، في يوم من الايام انا اغضبت ابي فمشى الي بده يأدبني، غضبان وبيهدد بالضرب. الان الطفل ما وجدت غير جدتي مهرب، رحت اختبأت ورا مين؟ ورا جدتي، جعلتني خلفها انجو بها واختبي، قالت لأبي بلهجة المؤنبة ألم تكن تفعل مثله إذ أنت صبي. إذا هاي بتدل الأبيات على عطف وحنان إيش يا تامن، بتتحدث على عطف وحنان الجدة. لا تنسي إنك تكتب الرسالة، اعملي نفس النموذج يا تامن، سطر اكتب زي ما أنا كاتبة، هون بتغير المرسل إلي، تكتب أنت غرضك من الرسالة ونفس العبارة راح تكون بس هون راح يختلف ماشي. ويعطيكم العافية، طبعا راح تكون نفس الترتيب.